طب تعالى بقى اسالك على بعض اللعيبه اللي انت دلوقتي معاهم او اللي هم دلوقتي معاك، لان كل واحد منهم عنده سؤال على الاقل. يعني محمد هاني مش معايا. محمد هاني ما بقاش معايا. لا محمد هاني، بس محمد هاني بحقيقي محمد هاني عاده خالص عالي جدا، فاصبح واحد من اللعيبه الاساسيه. اخذ ثقه في نفسه. الموضوع كان موضوع ثقه، او حد اداله ثقه في نفسه. كولر اعتقد يعني صح. خباك هاني انا من زمان قوي قوي ايام رمضان انا قلت ان هاني ده لعيب جامد جدا. صح كويس. هي الديلي بتاعه ده كان في الابس اند داونز بتاعته، اصاباته وغيابات وعدم اقتناع وثقه وحاجات كتير. هي ثقه. انا بحطها بقى احطها، انا راجل صريح، انا بقول لك هي ثقه. هاني بقى عنده ثقه في نفسه. اوكي فخلاص انت شايف الدريسنج روم بيقول لهم يا رجاله مش يعني التدخل بقى في بالظبط. هو اخد شويه وقت وعادي، ما هو في اي اي طبعا عادي. ما هم في الاخر وصل لايه؟ ان هو بقى لعيب مهم، الناس بتتكلم عليه كويس، ورع عنده ايه بقى، بيطلع حته بتاعت الكابتن بقى كويس، مش وحش خالص اللي بيحصل. ليه ارتبط اسمه بيك الاول؟ عشان احنا اشتغلنا مع بعض في الاول، عشان انتوا كنتوا مع بعض. مع بعض على طول كتير، وعملنا مرتين يعني الاول، وبعد كده ما بقاش معاك وبعد كده اوكي. فدايما الناس بس الناس دايما رابطه ما بينكم يعني. اوكي. طب محمد، انا بحبه جدا كمان. محمد محمود. محمد محمود في الاتحاد لعيب حظه وحش قوي. حظه وحش، بس خلي بالك برضو زي هني كده اصبر، هتلاقي برضو فيها حاجه طالعه جامده، وهي حسب هي بتاخد وقت. وتفتكر ان محمد محمود احسن له انه يفضل في بره الاهلي لحد ما يقف على رجليه؟ حاليا لحد ما يقف على رجليه. اوكي. ما ينفعش تخش، بص عامه ما ينفعش تخش النادي الاهلي وانت مش واقف على رجلك مليون في الميه، وعارف ان انت بنسبه 60 65% هتلعب. اوكي. لان خلي بالك برضو النادي الاهلي برضو مش سهل. مش عايز كلام، ليه خضته يعني. لا محمد محمود انا لسه ما اتكلمش معاه في حاجه. انا بنتكلم هو في الاتحاد بس. محمد محمود ما اعتقدش ان انا لسه، خلينا نخلص السيزون. السيزون لسه قدامه شويه وبعد كده نشوف، لكن اعتقد ان هو هيحتاج شويه وقت بره الاهلي. ممكن يحتاج سيزون. انا شايف كده كوكيله. فاهم انا حاليا، لكن ممكن يكون في راي تاني في النادي الاهلي، ممكن هو ليه راي تاني. فاهم. لكن انا حاليا بقول لك انا رايك ان هو يفضل بره شويه، ومهم انه يبقى في نادي جماهيري. حلو انه يكون في نادي جميل عشان يتعود. يتعود. صح كده. حلو. اوكي. ما يعني مش وحش خالص. اكرم توفيق، اكرم من اللعيبه اللي تالقت جدا في مركز مش بتاعها، لكن دلوقتي لما يرجع ويلاقي هاني واقف على رجله. والله اعلم يمكن الاهلي يتعاقد مع باك يمين. هل احسن لاكرم يتعاقد مع باك يمين؟ ليه؟ ما انت عندك هاني. بس ما يتقال ان الاهلي دخل في كلام مع عمر كمال عبد الواحد، فعمر ممكن يتوظف باك يمين. الله اعلم، ما اعرفش يعني القصص دي. بس انا عامه انا لو واحد بره الجرايد زي زمان او بشوف حاجه زي كده هستعجب عليها. هتبقى مش منطقيه بالنسبه لي طبعاً ان يبقى عندك هاني. عندك كريم فؤاد وعندك اكرم وعندك محمد هاني، غير بقى الواد اللي تحت اللي انت بتحطهم في المصنع تحت. فانت بالنسبه لك لو هتجيب عمر كمال، هي اصلا مش منطقي. عمر كمال هيبقى غالبا وينجر ولا لو هيجيبه يعني. بس اي دونت ثينك، ما اعتقدش يعني مش يعني مش منطقيه. انا فاهم مش منطقيه خالص. ماشي. اكرم بقى بالنسبه له، او انت شايف ان هو يفضل مصر على المركز اللي تالق فيه ده ودخل منتخب بسببه وكده، ولا لا يرجع لمكانه الطبيعي اللي برضو انا اكرم ده في ديفنسيف ميد فيلدر زي ما بيقول الكتاب. حلو. اكرم فيه مش باك رايت خالص. طول عمري بقول اكرم ده فيه مش باك رايت، وهو بيتالق وجامد جدا وبيحاول وبيرفع بقول له انت مش باك رايت، بس برافو عليك. اكرم فيه وحش ديفنسيف في نص الملعب. وحش. ماشي. يعني هو ده المكان بتاعه، هو ده اللي بيتالق فيه جامد جدا. المكان التاني بيجتهد دفاعيا وبيطور نفسه هجوميا. حلو. سو بياخد وقت اكتر. أوكي. في اثبات الوجود. ماشي. لكن هو النهارده بتتكلم في ديفنسيف ميد فيلدر، لا ياكل اسد يعني. وياكل اي حد. ياكل اي حد. اي حد. يلعب ستة صريح ويبقى مكانه بقى. ورجلي طرشة كمان، فيعني اوريدي بيتقدم. انا كنا بنعمل كده في الجونة. اوكي. احمد رفعت. حظ وحش برضو. حظ وحش في الكورة. لكن طلعت الامارات في مفاجأة، لانه ما كانتش الناس متوقعة التحرك ده، وانت يمكن فاجئت الناس كلها. حتى فاجئت انا شخصيا، كنا بنتكلم قبلها على طول. الراجل بيتالق وماشي كويس وبيحط وعامل سيزونز جامده جدا، لازم الواحد يكافئه ولازم يروح حته ولازم يحس بنفسه، وطبيعي. أوكي. والحمد لله رب العالمين راح وحاجه كويس. انا مبسوط انه طلع، وخلي بالك ان هو الوحيد غالبا اللي طلع في السنه اللي فاتت موست بروبلي يعني. اللي طلع بره مصر. اوكي. بس لما رجع فقد مكانه في فيوتشر. لا ما فقدش مكانه، هو اصاب. اتصاب. ما انا قصدي كده يعني. الحظ بقى هنا وقفش معاه. انه رجع. هو لسه مصاب اصلا، لسه هيرجع. فاوريدي كان في اصابات 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 كده. بس هو هل لعب وهو مش سليم يعني؟ لعب وهو على اوعى تسالني السؤال ده في حياتك، انا ما اعرفش.
ما تعرفش ولا انا هو ولا انا الدكتور ولا انا مدير الفني ولا انت عارف يعني قصدي لو حد عارف مش هقول لك اصلا خالص يعني. طب هل هو هناك ما اتبسطش فين في الامارات لان هو ابتدى بدايه حلوه وبعدين مره لا هو كان مبسوط لا بس خلي بالك لا هو مبسوط بس لغايه ما يناير جه المدرب بقى ابتدى يعني في حاجات كده معينه بلس ان هو كان لازم يرجع كان هو لازم يرجع هو اللي كان حابب انه ايوه كان يرجع بقى للفيوتشر بتاعه كده. اوكي عبد الرحمن مجدي ربنا معاه ايه بقى والله بص عبد الرحمن مجدي انا بالنسبه لي لعيب كويس اوكي بس اعتقد ان ظروف الاسماعيلي ما خدمتوش خالص واعتقد ان هو يعني باللوجيك برضو بتاعي ان هو هيتحرك يعني هيتحرك هو هيز خلي بالك انا برضو صريح جدا معاك هي هو تحت الكونتراكت بتاعي لكن اعتقد ان هو برضو من الناس اللي هي غالبا هتروح هنا وهتروح هنا هتروح هنا من يعني من مش معايا مش معاك لا يعني هو اندر كونتراكت يعني هو هيز اندر كونتراكت يعني هو تحت هو ماضي لكن اعتقد ان هو برضو هياخد الحته التانيه يعني مش هيبقى ماشي زي ما الكتاب بيقول يعني انت ممكن يبقى في اختلاف ما بينك وما بينه في الحركه لا انا بحبه جدا بس الاختلاف ممكن يروح حته معينه ما تبقاش انت على هواك على هوانا ليه على هوانا يا عبد مش قصدي على هواك بس قصدي تقاش انت عايز يتحرك التحرك ده صح كده لا انا لا الكيمستري نفسها مش ماشيه كويس اوكي هو فاهم هو بالعكس هو اللي جه قال لي انا هنقدر كذا قلت له حاضر انا فاحنا اندر كونتراكت بس انا سايبه يشتغل بدماغه يعني ونيفر هيموف انا وسالت على نادر هيحصل 1 2 3 4 اوكي انا ماليش دعوه انت ما بتتدخلش في صناعه القرار ده لا مش هتدخل خالص بس انت مش متضايق لا متضايق مين انا متضايق لا طبعا انا بقول لك انت انا حاسك مش متضايق يعني مش حاسك متضايق وبتداري انت مش متضايق ليه هتتضايق ليه ما خلي بالك هي يا جماعه الموضوع سهل هي كيمستري انت عارف زي ما تكون ايه سوري في لفظ يعني انت لو مبسوط خلاص هتكمل لو مش مبسوط مش هتكمل بس ليه سوري في لفظ متجوز ده يعني حاجه لا مش قصدي كانها حاجه تكسف لا, لا يعني عشان يعني المقارنه ماشي بس لا عامه انا بتكلم بس على فكره ان انت في كيس بتاعت رمضان انت زعلت من التحرك اللي ما كانش على هواك فرق شاسع ما بين ده وده فرق شاسع يعني بتتكلم في علاقه كانت قد ايه وبتاع كده ما زعلتش انا حزنت اللي نادر بس اللي هو لكن انا براحته رمضان الواحد اللي هو عايزه لكن التحرك بالنسبه لك فكره انه يتحرك حتى لو هو ماضي معاك او مش ماضي مع يعني بص يبقى صريح مع احسن يعني بدل ما من ورايا يقول والله يا نادر احنا هنعمل 1 2 3 4 خلاص اوكي بالعكس انا احترمت عبد الرحمن في حاجه زي كده باسم مرسي واسلام محارب لسه معاك اسلام معايا زي من الجيل القديم يعني من غير كونتراكت اوكي معايا عمر رضوان يعني في لعيبه كويسه يا كريم في 2003 في 2005 في 2006 وبعد كده انا بيني وبينك يا كريم ما بقيتش اركز قوي على الانديفيدوالز اوكي ليه بقى لان في مصر انت عندك اي حد بياخد اي حد في اي وقت ما يعني مفيش اي ريسبكت بعد كده مفيش ريسبكت للكونتراكت ده مفيش وبلس انت مش هتقعد تجري بقى هتقول له اصل انت ماضي معايا اصل مش عارف ما بعملش انا الكلام ده خالص انت عارف يعني ومفيش اتحاد كوره يحميك اساسا خالص فانت فانا خلاص طب انا يعني انا مش اقل من الراجل اللي بيقف على فاهم على باب النادي وبياخد واخد الواد وبيخلص البتاع ده وعلى ايه طب معلش ما هو طب ليه تمضي مع واحد طب انت ممكن تمضيش معاه ما هو هنا في مصر كده خلاص فاهم فما تسالنيش عن جوه اوكي خالص لا انا بسالك على حاجه يعني زيك كده بحاول اسالك على حاجه يعني من بره انا ماليش انا بنلعب بقى الحاجات الثانيه خالص ما لعبش هنا اوكي ما بتلعبش محليا مش مركز على خفيف طبعا بس مش مركز التركيز الكلي عليه خالص ممكن اركز في ايه تطلع بره زي الاول لكن في حد بصدد انه يطلع جدا في حاجات بس لسه ما يطلعوا انت خلي بالك انت قضيت على 2003 تاني و2006 اللي هم اصلا كانوا هيلعبوا في كذا وكذا عشان تسوقهم صح مش موجودين وفي نفس الوقت اترميتهم خالص وفي نفس الوقت الانديه بتاعتهم ما بتلعبوش كونسيست يعني ما فيش استمراريه في اللعب بتاعهم طب خليني اسالك على ثلاث اسامي تحديدا وبعدها نطلع لفاصل انت قلت لي انه محمود مرعي معاك محمود مرعي معايا محمود مرعي في كلام مع الاهلي يعني اكيد حتى لو فيها هقول لك ليه طيب ما هيبقى ما ينفعش وبعد كده عايز اقول لك حاجه مش الاهلي بس خلي بالك الاهلي اللي انا عارفه فاهم ممكن يبقى حاجات ثانيه عمر رضوان وعبد الرحمن مجدي انت قصدك ان هم قريبين للزمالك او في كلام ان عمر رضوان لا عمر رضوان لا معايا لا ما تلاش عمر رضوان كويس بتكلم على لا عبد الرحمن ممكن بتهيألي ان هو كان رايح الزمالك اصلا في اخر يوم في قيد السنه اللي فاتت بالظبط لكن انا بتكلم على عمر في كلام دلوقتي مع الزمالك هل انا وصلني كحاجه زي كده وسطك من بره وصلني اوكي لكن انت برضه مش هتتدخل ده هتدخل طبعا عمر انا اصل عمر ده علاقه بقى ان هو عنده كده. 15 سنه انا مربي عمر ده من 16 سنه فاهم فلا طبعا وخلي بالك تلاقي عمر من اكتر الناس اللي لعبت ماتشات في سنه اوكي بالظبط يعني انت شفت سنه وشفت الماتشات هتلاقيه لان هو ابتدى من بدري جدا ده مرمطه صح والله عشان دلوقتي يبقى مطلوب كذا وكذا وكذا واعتقد ان هو هيبقى حاجه كويسه
ممكن يجيله حاجات كبيره. اه اه